مع الدكتور ماريا رميا، اليوم اختصاصية بأمراض المفاصل والروماتيزم، بنحكي عن ألم العضلات يلي سببه الروماتيزم. أهلا وسهلا فيك دكتور. بونجور، كيفك؟ أول شيء شو يعني روماتيزم؟ اوكي، سو هي خربطة بالمناعة، واليوم رح نحكي عن البوليميالجيا روماتيكا، أو بالعربي اسمه ألم العضلات الروماتيزمي، اللي هو بصير يسبب التهاب بالعضلات وبالأوتار، بالكتاف، على الميلتين وبالوراك، ومرات هالوجع بيمتد للكواع وللركب، وبيجي مع هالوجع تيبس، وبيحس المريض حاله مربط مثل كأنه عامل سبور معضل، وبيستمر هيدا الشيء. هيدا بيكون كل الوقت ولا شيء بيجي ويروح؟ اوكي، سو مرات بيجي وبيروح، بس الفكرة انه بيجي فجأة خلال كم اسبوع، سو بيحس المريض حاله فجأة خطير تغير، which is not the right term يعني. ما بيعود في يعمل الأشياء اللي عادة بيعملها، القومة من الفرشة بتصير بدها أكتر من ساعة، ما بنقدر نلبس الجاكات بطريقة مظبوطة، بيصير في عنا صعوبة إنه نربط شريط البوت مثلاً، so daily activities بيصيروا صعبين، بس هودي لكان بأعمار متقدمة مزبوط. سو هيدا المرض ما منشوفه تحت الخمسين عادة، ومع ازدياد العمر يعني أكترية العالم منشوفها بالسبعينات وبالثمانينات، ومنشوفها أكتر عند النساء من ما عند الرجال، وبتجي يعني بسرعة فأزن، وبتجي أكترية الأوقات بسرعة. هلأ مرات فيها تاخد a few weeks، بس أنا نفسياً صادمة 100%. سو في عدة إشياء بتجي مع أوجاع المفاصل، أولاً مرات بيعملوا حرارة خفيفة، اوكي. ثاني شغله بيصير في عندهم شويه خساره وزن. ثالث شغله بيصير في عندهم ملايز، يعني فتيق، تعب كل الوقت. بيصير يفتكر البيشنت انه عنده مرض خبيث، كانسر او التهاب ما حدا عم بيعرف له، واكيد هيدا الشغله بتاثر على النفسيه، سو بنشوف كثير منهم بيصير عندهم تعب نفسي. هلا المنيح بهيدا الشيء انه هو بيجي حوالي السنه سنتين، مرات ثلاث سنين، وبيرجع بيتحسن وبيروح، ولكن هول سنتين بيكونوا very difficult. so نحنا شغلتنا أكيد نوعي حتى نعطي العلاج المناسب. بس كيف بنفرقه عن غير ألم عضلات؟ شو so في كتير أمراض بتعمل زي تشيل تيبس، مثلا الفايبروميالجيا بتعمل أوجاع بالعضلات، ولكن الفايبروميالجيا أو متلازمة ألم العضلة الليفي بتتنقل، so الوجع بالعضلات بيتنقل. مرات كتير كمان ما منشوف مع خربطات بفحوصات الدم أو بالصور، عكس ما منشوف بالبوليميالجيا روماتيكا. عنا النوع الثاني اللي هو الأوستيوأرترايتس أو الأرتروز، للي مرات بيجي كمان مع العمر، وكمان بيسبب أوجاع بالمفاصل، ولكن بيكون مش على الميلتين، بيكون مرة بمفصل واحد أو بمفصل تاني. كمان في صور بتساعدنا حتى نميز الاثنين عن بعضهم. إجمالا بالبوليميالجيا المشكلة عم بتصير بالأوتار للي بتوصل العضلات مع بعضها والأربطة، وبذات الوقت البرسة. البرسة هن كيس مي موجودين بقلب المفاصل، عنا إياهن كلنا، كيس مش مي بس، أكيد هي فيها بروتينات وبتساعد على ليونة المفصل. بالبوليميالجيا بتلتهبوا، اوكي، وهيدا كمان بيساعد، مش بيسبب الوجع للي بيشكي منه المريض. في اسباب لهيدي الحاله؟ سو في عنا اكيد سم جينيتك بارت، في استعداد جيني عند الشخص، واكيد مرات بنشوفه من بعد انفايرمنتال تريجر، يعني صار عنا فيروس من بعد الفيروس او بيج ستريسر، سو بنشوف انه دهور، مثلا شفنا شوي زياده من بعد الكوفيد. سو الفكره انه ننتبه له. وفي شغله بحب ضوي عليها كمان بعد، انه مرات بشي 15 او 20% من الحالات بيجي مع نوع ثاني من انواع الروماتيزم، هو الجاينت سيل ارترايتس. هيدا النوع أو إذا بدكم التهاب الشرايين الصدغي، بيصير في التهاب بالشرايين تبع الرقبة وتبع الرأس، ومرات على الشرايين الأكبر. مشكلته إنه إذا ما تعالج بكير خطر. أول شغلة بيصير فيه حرارة مثل البي أم آر، بس الحرارة أعلى، بيصير فيه خسارة وزن، والالتهاب تبع الشرايين بيسبب وجع أليم بالرأس، خصوصي على التمبرال أريا، بيصير في وجع بالحنك،
زيادة، بصير يزيد كل ما الشخص ياكل أكثر سو بصير الوجع يزيد. وأهم الأشياء اللي بتخوف فيه هو إنه في يأذي النظر، والمشكلة إذا ما تلحق بكير في الإنسان يخسر نظره، سو بده يتعالج بطريقة مضبوطة وعلى بكير، ما بيعود في رجع على ورا. طيب التشخيص واضح لهالحالات؟ هو بالاشياء اللي مهمه انه نشوفها هو ارتفاع بالانفلاماتوري ماركرز او مؤشرات الالتهاب بفحص الدم، يعني بفحص الدم 100% اللي هو الاي اس ار والسي ار بي. عند البي ام ار بيشنتس بيطلع عالي، عند الجاينت سيل ارترايتس بيطلع بعد اعلى باغلب الاحيان. كمان بنشوف على الصور باكثريه الحالات الالتهاب بالاوتار وبالبرصه. هلا اكيد في كتير اشياء بتعمل هيك كمان، سو مثلا الروماتويد في يعملنا اوجاع. الفرق كمان بصير التفرقه على شو عم نشوف، اي مفاصل عم تلتهب بفحوصات الدم. مثلا بالروماتويد بنشوف انه المفاصل الصغيره اكتريه الاوقات عم تحمر عم بتصير سخنه، عكس ما بنشوف بالبوليميالجيا روماتيكا وين البيج جوينتس هن الانفولفد، يعني المفاصل الكبيره والعضلات بالكتاف وبالوراك. كمان في شيء كتير حلو بيساعدنا بالتشخيص اللي بيسموه trial of steroids. يعني نحن منعطي دوز خفيف 15 ميليغرام، يعني mild to moderate دوز من الكورتيزون على كم يوم، والمرضى اللي عم بيعانوا من البوليميالجيا روماتيكا خلال أسبوع بيصير في عندهم تحسن أكثر من 80% من العوارض تبعهم. سو بيجوا بيكونوا كتير مبسوطين لأنه نرتاحوا من الأوجاع ورجعوا على الحياة الطبيعية. فهيدي واحدة من الأشياء، وبما أنه بيتحسنوا على الكورتيزون أول علاج لهم هو الكورتيزون. ودايماً لما نقله للمريض عن الكورتيزون بيخاف. إيه هو الكورتيزون يعني بيعتبر أنه شيء كمان عنده سايد إفكتس مؤذية 100%. بس أنتوا بتعطوا بدوزاج مش مؤذي أو شو؟ أوكي سو نحن بنعطيه أول شيء على فترة طويلة لأنه هيدا المرض قلنا فترته طويلة، سو بين السنة سنة ونص حسب المريض قدي بيتجاوب، ولكن بيمشي حاله على دوز خفيف. أكيد نحن دايما لما نعطي كورتيزون نعطي with instruction، يعني منحذر. أكتر شيء منخاف منه أكيد هو على العظم حتى ما يصير فيه osteoporosis أو هشاشة العظام أو ترقق العظم. هون أكيد دايما منعطي كالسيوم، منعطي فيتامين دي، مرات كتير منعمل صور لنتأكد إذا في ترقق عظم، ومنعطي أدوية كمان تنحمي من ترقق العظم. كافي هيدا usually العلاج الموازي يعني؟ يس usually بكافي. هلا اكيد كمان اشياتين الكورتيزون بتعملها، السكر منخاف على السكر سو اكيد منضلنا مراقبين السكر، الضغط كمان سو المريض بده ينتبه شوي بالاكل بده يكون على. والكورتيزون هو الحل الوحيد؟ في ادويه ثانيه بسمون ستيرويد سبيرينج دراجز، ولكن اللي هن مثلا بيضمنوا الميثوتراكسيت بالجاينت سيل ارترايتس او بالتهاب الشرايين. فينا ننقل للابر البيولوجيه كمان تستعمل بهيدي الحالات. اكيد هون صرنا بمرحله اصعب. على التهاب الشرايين خطر يعني. yes. اذا بده yes. الواحد يشوف شو هو اللي اهم. أكيد. الكورتيزون ما رح يكون عنده مشكلة. أكيد. الالتهاب صح. سو نحن هون the best option هو الكورتيزون مع السايد افكتس تبعه. هل أكيد نحمي المعدة لأنه مرات كتير في ناس معدتها بتبقى حساسة وعلى الكورتيزون بتتضايق سو بنضطر نعطيها. بننصح دايما أنه المريض يعمل سبور. ليه؟ كرمال ما ينصح لأنه في كمان هيدا الريسك مع الستيرويدز، وأكتر من هيك كرمال نقوي العضلات لأنه العضلات ما بتضعف لأنه ما عم بيحركها الواحد. يعني المريض ما بيقدر يعلي ايده فوق ال 90 ديجريز بيوصل لهالمرحله. من الرياضه اللي بتساعد هي الواتر اكسرسايزز سو السويمينج هيك كمان من هي ضمن الوقايه فينا نعتبرها 100%. سو بنعطي الستيرويدز بهيدي الحاله. هلا مثل ما قلتي الجاينت سيل ارترايتس بيكون اخطر، سو المهم دائما عند مريض البوليميالجيا روماتيكا ننتبه نخبره اذا صرت عم بتحس بهول العوارض الجديده مثل الوجع الراس، مثل الوجع الحنك، مثل اذا عم بتمشط شعرك صار في وجع، انه نرجع نحكي مع الطبيب حتى نمنع
انه هيدا الشيء يصير. وهون النساء والرجال نفس الشيء مشكلتهم؟ اجمالا يس، بس الومن اكثر، يعني النساء بتشكي بتصير معها اكثر. هلا مرات كثير بننسال خصوصا من الستات انه هل في افاده للادويه للي مثلا الجلوكوزامين الهايلورونيك اسيد، هودي اللي عاده بينعطوا مع الاوستيو ارثرايتس الاوميجا 3. سو ذيز ار هيلبفل، يعني مش رح نقول بس، ولكن ما بيشيلوا الالتهاب للي بيسببه الخربطه بالمناعه. اذا ما نكون عم نستهين بهالشيء، يكون في فحوصات، خاصه اذا عم نحكي عن بعد الخمسين، عم تقولي بعد الخمسين حتى اللي يكون عم يبين. صح. بس بالفحوصات الدوريه ببين في معدل التهاب ولا لازم يكون في الوجع وبعدين نشوف اذا في معدل التهاب؟ هلا نحن دائما عم نشوف البريفنتيف ميديسن، يعني الاشخاص اللي عم تجي عند الحكيم بالبريفنشن حتى تعمل فحوصاتها السنويه. مرات كثير بنلاقي انه اكيد دور الحكيم انه يسال عن العوارض للي المريض معقول عم بحس فيها، لانه كثير مرات بيغضوا النظر عنا. وكمان بالفحوصات مرات بيصير في عنا خربطات مثل فقر دم، مثل ارتفاع بالكريات البيض، سو هودي كمان بخلوا الحكيم يشوف. كمان مرات عم ينطلب لفحص الاي اس ار او السي ار بي، المؤشرات تبع الالتهاب، وبيبقوا مرتفعين. وهون بالتنسيق يعني تعاون بين المريض والطبيب لحتى لنوصل للنتيجه. دكتور ماريا رمى، اختصاصيه امراض مفاصل وروماتيزم، اهلا وسهلا فيكي. شكرا للمعلومات. وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.